الحجازي، هل البيضة قبل الدياية ولا الدياية قبل البيضة؟ اي والله صحيح، الله خلق البيضة أول ولا الدجاجة؟ لا طبعا نعم البيضة. شو دليلك؟ سيارة، لحظة لحظة، سيارة مولانا. هلا هلا. نعم هلا مددين. هلا هلا سيادي. شو هذا شباب كاريو، شنو دليلك ان البيضة قبل الدجاجة؟ لان ما فيش نبات بدون بذور. هلا هلا سيدي، هلا تعال سيدي شاهين. هل يقول الحجاز البيضة قبل الدجاجة؟ الله خلق البيضة. ما فيش نبات قبل البذور. شلون؟ شلون خلقها؟ ورقة وورقة. ورقة بدون نسل. وورقة بدون بالتناسل. يعني احنا جينا ذراري من ادم. يعني هو الأول، فيبقى هو برقه ودرأنا من أسماء. زين، وبعدين خلق من كل زوجين ذكر أنثى؟ سبحان الله. لكن الشياطين ما كانش فيه ذكر وأنثى. الله. إبليس بدون أنثى، لكن آدم جه. زين مولانا، من اللي خلق قبل، البشر ولا تكرم الحيوان ولا استغفر الله الملائكة ولا الجن؟ لا، الأول الملائكة، بعدين جه الجن، بعدين جه الإنسان، جت الطيور والعالم كله ده. الله. الإنسان جه لقى الكون عمران بكل حاجة. زين، كم سنة فرق بينهم؟ يعني الحين الجن فيهم 1000 سنة، فيهم 20,000 سنة. الله. والملائكة جبريل كم عمره حاليا؟ الله أكبر. كم عمره سيدنا جبريل عليه السلام؟ هما في إخوان وأشقاء مولانا في الملائكة؟ لا ما فيها، إنما إخوان في النوع يعني حملت، بس ما في قرايب. حملت الكذا معنا. اما الجن فيه طبعا زين. سبحان الله، سبحون على خير. انتم على الخير. هلا هلا، حياكم الله سيدي. مدد يا سيادي، سبحوا على خير، مع السلامه.